أول حاجة عندنا في منهج سنة أولى مس منى. مس منى، ناخد بالنا كده، لتر ام كابيتال، لتر ام كابيتال في كلمة مس، لتر ام بصي معايا على الشاشة، لتر ام كابيتال في كلمة ايه؟ مس، ولتر ام كابيتال في كلمة منى. أي اسم، أي اسم سواء بنت أو ولد بنعمل أول حرف كابيتال، بنعمل أول حرف ايه؟ كابيتال. يعني مثلا عايزة أكتب هنا، هنكتب هنا كده الاتش كابيتال، الاتش ايه كابيتال، يبقى اول حرف في اسم البنت كابيتال. اي اول حرف في اسم الولد زي هاني كابيتال، يبقى انا عندي اول حرف في اسامي الاشخاص بيكون كابيتال. لما تيجي تكتب لي منى، تكتب لي منى اول حرف ام كابيتال، تكتب لي هنا اول حرف اتش كابيتال، هاني اول حرف اتش كابيتال. ما ينفعش اكتب هاني بالشكل ده، يعني لو كتبت هاني كده غلط، انا هحسبها لك غلط وهتتحاسب عليها. ليه؟ لان لتر اتش هنا سمول، لان لتر اتش سمول، انا ما ينفعش ابدا بسمول لتر، ما ينفعش ابدا اسامي الاولاد او البنات بسمول لتر، ما ينفعش، لازم كابيتال لتر، كابيتال لتر. هاني بالشكل ده صح، لكن كده غلط، يبقى انا همسح الكلمه دي لان دي غلط. طيب عندنا كمان يوسف، الواي هنعملها كابيتال، يوسف واي كابيتال. عندنا كمان أميرة، الاي كابيتال اهيت، أميرة، أميرة. وعندنا النحلة النشيطة بيزي، بي بيزي بي، برضو كلمة بيزي بي لتر بي كابيتال، كلمة بيزي بي كابيتال وبي بي كابيتال. هنا دي كاركترز الشخصيات اللي موجودة عندي في منهج سنة أولى اللي هتقابلنا. يبقى أنا أول حد عندي اسمه إيه؟ ميس منى. يلا قول ورايا، ميس منى، ميس منى، هنا، هنا، هنا اللي لابسة نظارة اسمها إيه؟ هنا، هاني، هاني اللي شعره أسود. لازم نعرف الشخص شكله إيه علشان لما يجيلي أسئلة ورا أكون عارفة ميس منى شكلها إيه؟ هنا شكلها إيه؟ هنا لابسة نظارة، هاني شعره أسود، يوسف لابس كاب، يوسف لابس كاب أخضر، وأميرة شعرها إيه؟ أورنج أو أصفر، خلاص بلاند، بلاند يعني أشقر. خلاص عندنا بيزي بي النحلة النشيطة. هنا بس بنتعرف على الكاركترز عادي جدا، مش محتاجة يعني إن أنتوا تكتبوها ولا حاجة، إحنا هنتعرف على الشخصيات بس. طيب لما أجي رايح السكول، المدرسة، لما أجي رايح المدرسة قابلت مثلا صاحبتي، هقول لها هلو، هقول لها إيه؟ هلو، أي أم مس مها، I am مس مها، أنا مس مها، هلو I am مس مها. هترد مثلا أميرة عليا هتقول هلو I am يبقى يلا هلو I am مس مها، هلو I am أميرة، هلو اي ام مس مها، هلو اي ام اميره، مرحبا انا مس مها. ترد عليا تقول لي مرحبا انا اميره. يبقى لما اجي اعرف الشخص اللي قدامي اسمي هقول اي ام زائد اسم الشخص، اي ام اميره، اي ام مس مها. طيب يلا عمر ومالك، عمر قابل مالك ات سكول في المدرسه، هتقول له ايه يا عمر؟ مالك ايه؟ هاي هاي شاطر هاي والله، او ايه هاي او هاي هاي هاي. قايله لك حاجه تانية اهي. الو هلو اي هاي اي اي عمر، عمر. هو الصوت بيبعد حاجه يا اسمها، احنا مش طيب سامعينك. تمام، اقرب المايك بس، يبقى هاي كده صوت كويس. هاي لا بعيد شوي. هاي اي ام عمر، هاي اي ام عمر، مرحبا انا عمر. يلا يا ليا معايا، لا سوري، مالك بقى يرد عليه، عمر بيقول لك يا مالك هاي اي ام عمر، هترد انت عليه تقول له ايه؟ هلو اي ام مالك، هلو اي ام مالك، هلو اي ام مالك، هكتبها اهو، هلو اي ام مالك.
طيب يلا معايا يا لايا كده، يلا يا لايا. هلو ايام مس مها، اسمك بقى. هلو ايام لايا، هلو ايام مس مها، هلو ايام لايا، هلو ايام مس مها، هلو ايام لايا. خلاص ده بالنسبة ليه لما تيجي تكلم حد هتقول له مرحبا او هاي، تقول هلو او هاي، كمان ممكن تقول هاي هاي، دي هاي ودي ايه هلو، وتقول ايام زائد اسمك، ايام زائد اسمك. طيب بالسؤال عن الاسم هقول ايه؟ واتس يور نيم، واتس يور نيم او دبليو كابيتال، واتس يور نيم، واتس يور نيم. للسؤال عن الاسم بقول ايه؟ واتس يور نيم، واتس يور نيم، واتس يور نيم. كلمة نيم يعني اسم، كلمة نيم يعني ايه؟ اسم، كلمة نيم يعني اسم، كلمة نيم يعني اسم. فلما اقول واتس يور نيم، ما اسمك؟ هنا وات دي معناها ما، وات دي معناها ايه؟ ما. واتس يور نيم، واتس يور نيم، واتس يور نيم، ما اسمك؟ ترد عليا تقول لي مثلا اي ام ايام مي، ايام اي ام مي، انا مي. واتس يور نيم؟ اي ام مي. واتس يور نيم؟ اي ام مي. ما اسمك؟ انا مي. واتس يور نيم؟ اي ام مي. يلا قولوا معايا في البيت، واتس يور نيم؟ ايام مي، واتس يور نيم؟ اي ام مي. واتس يور نيم؟ اي ام مي. واتس يور نيم؟ ترد تقول اي ام مي. طيب يلا يا عمر، واتس يور نيم؟ عمر واتس يور نيم؟ ام عمر. طب ثواني اما اكتبها تاني، واتس يور نيم؟ واتس يور نيم؟ الإجابة اي ام ام عمر. عمر، خد بالك عمر كتبت او كابيتال، عمر كاتبه او كابيتال كبيره هي، ليه؟ لان ده اسم ولد، يبقى انا عندي اسم الولد ببدا بحرف كابيتال، واسم البنت زي ماي ببدا برضو بحرف كابيتال، يبقى انا لما اجي اكتب اسمي هكتب اول حرف ايه؟ كابيتال، هكتب اول حرف كابيتال. يلا يا ليا، عايزه اقول ما اسمك، اسالي يلا السؤال كده، يلا اسالي سؤال. اسألي ما اسمك، يعني ايه ما اسمك؟ بالانجليزي بقى واتس، واتس يو، ايوه واتس يور نيم. قولي تاني، واتس يور نيم، واتس يور نيم، واتس يور نيم، تاني واتس يور نيم، واتس يور نيم، ما اسمك يعني ايه؟ واتس يور نيم، ما اسمك؟ واتس يور نيم، واتس يور نيم، واتس يور نيم. يلا واتس يور نيم، واتس يور نيم؟ I am Laya. ممتازة، very good. I am Laya. نكتب I am. طيب Laya أول حرف small ولا capital في كلمة Laya؟ أكتبها كده ولا كده؟ أكتب L كده ولا L كده؟ اختاري. Laya بدأ ب L، أي واحدة فيهم؟ التانية دي الكابيتال، ده كابيتال لكن ده سمول، يبقى أنا همسح L سمول ديت مش عايزاها، هكتب ال كابيتال عشان كلمة لايا اسم بنت. لايا، اوكي اي ام لايا، اي ام لايا. يبقى واتس يور نيم؟ اي ام لايا. واتس يور نيم؟ اي ام عمر. واتس يور نيم؟ اي ام ماي. يبقى للسؤال عن الاسم بنقول ايه؟ واتس يور نيم؟ واتس يور نيم اجين، واتس يور نيم؟ واتس يور نيم؟ يبقى احنا كده اتعرفنا على كاركترز اللي هي الشخصيات اللي موجودة في المنهج بتاعنا. اقرأ يا مالك كده يلا الشخصيات الموجودة. مس منى، مس هاني، هاني هاني، هاني، يوسف، أميرة، بيزي بي. يلا يا عمر اقرأ الكاركترز الشخصيات. منى، مس منى، هي هي منين؟ هي
هيل هيل هنا هيل هي اقرأ هاني هاني. اوكي يلا يو ايوه سيف على صوت أميرة ب ب ب ب بزيبي اقرأي يا لي. سيف منى هاني يوسف أميرة هند والنحلة النشيطة بيزي بي بيزي بي. خلاص كده خلصنا الجزء ده. تعالوا بقى ناخد كلمات نحفظها. sound of letter B ب the sound of letter B ب the sound of letter B ب ب as in book book ب book. كلمة book بادئة بليتر B ب book ب book B-O-O-P. اوكي حقيبة باج حقيبة باج ب باج ب باج. ازرق بلو 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 بدأ برضو بليتر بي ب بلو. اتوبيس باص ب باص ب باص. نحلة بي ب بي ب بي. يبقى تاني اقرأوا معايا في البيت. بوك باج بلو باص بي again مرة أخرى. book bag blue bus b. اقرأ يلا يا عمر. book bag blue b bus. طيب ممكن ان انا اخبي الكلمة وانت تقولها، يعني ما تبصش على الشاشة ولا تبص في الكتاب. كتاب يعني book صح؟ قولي حروف book كده الواحدة. B-O-O-K. طب حد حديقة سوري شنطة يعني ايه؟ حقيبة حقيبة يعني ايه؟ باك حروف باج. B-A-G B-A-G. طيب ازرق بلو حروف بلو. B-L B-L-U ايوه U-E. نحلة بي بي اي اي اي. اتوبيس باص بي يو اس. ممتاز يلا يا مالك. كتاب ركزي عشان هتسألي. كتاب يعني ايه؟ بي او 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 كي. لا كتاب الاول يعني ايه؟ بوك كتاب بوك حروف بوك. B O O K حقيبة أو شنطة. B bag B A G أزرق blue B L B L U E B L U E. أتوبيس. مستمع أنت قفلت الصوت، افتح الصوت. المايك مفتوح بس أنا مش سامع حاجة. يلا اتوبيس يعني ايه؟ فضل النحل. طيب انا ما سمعتش يعني ايه اتوبيس. باص بي يو اس. طيب يلا يا نحلة يعني ايه؟ نحلة. طيب يلا يا ليا. كتاب يعني ايه؟ بوك بي او او كي. اتوبيس يعني ايه؟ اوتوبيس يعني باص بي بي يو سي اس. ايوه بي بي يو اس. تمام. نحلة يعني ايه؟ بي نحلة يعني بي 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 اي اي. تمام نحلة بي بي اي اي. ازرق يعني ايه؟ بلو بي او بي
طيب يلا نحفظ، نحفظ بلو بي ال يو اي، احفظي يا لايا، بلو بي ال يو اي، بلو يو اي، بلو بي ال يو اي، بلو بي ال يو اي، ازرق يعني بلو، ازرق يعني بلو، ازرق يعني بلو، ازرق يعني بلو، بازرق يعني ايه بلو. طب الحروف بقى بي ال يو اي، بي ال يو اي، بي ال يو اي، بي ال يو اي، ازرق يعني ايه بلو. ايه هي حروف بلو؟ بي بي او بل بل بي ال او او يو يو اي. ناخد بالنا ان او في كلمه بلو ما هيش او، يو اي، يبقى او في كلمه بلو يو اي، او في كلمه بلو يو اي، او في كلمه بلو يو اي، بي ال يو اي. الباقي بقى سهل، بس بي يو اس، بي بي اي اي، بوك بي او او كي. الكلمات دي حفظ، نكتب عليها حفظ. طيب ركز معايا كده، افتح الكتاب open book، افتح الكتاب open your book. طب اقفل الكتاب، عكسها بقى close your book، 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 close your book. بصي على الجملة عشان تعرفي تقرأيها على الشاشة اهي، close your book، close your book، close your book. يبقى open your book، close your book، 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 open your book، close your book. يلا قولوا، عايز اسمعك، يلا قولوا. open your book، close your book، open your book، close your book again، open your book، close your book، same، open your book، open your book، open your book، open open يعني افتح او افتح، your book كتابه. طب اقفل، close your book، يبقى open your book، close your book، تاني open your book، close your book، open your book، close your book، ها open your book، close your book.